مساء الخير عليكم أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. مساء الخير والصحة والعافية عليكم وعلى عوائلكم الكريمة في هذا البث المباشر لهذه الليلة اللي راح نزف بيها أول خبر تتناقله كل القنوات العربية وقنوات اليوتيوب والتيك توك على قول ذاك. لأول مرة في تاريخ العرب يتحدون لأول مرة في تاريخ العرب. هنا وصلني بيان، طبعا القنوات ما نقلتها لأن كان في أمور سياسية وسرية ما أرادوا الإعلان عنها، بس أنا وصلني نص من هذه القرارات يعني الحكيمة لقادتنا العرب والإسلام وقادة الإسلام والمسلمين وجميع القادة العرب اللي اشتركوا في قمة في منتصف الليل يوم أمس واجتمعوا على القرارات التالية. أتمنى يكون ما نسيتن لأن كنت دا أقراهن وأنا ما أحب أطلع بورقة وأقرأ وكذا. لأول مرة في تاريخ الأمة العربية، هذه الأمة اللي تناحرت وتحاربت وكان الأخ يحفر الأخو وصارت حروب بيناتهم، لأول مرة غزة تجمعهم وفلسطين تجمعهم على كلمة الحق. اجتمع قادة العرب والمسلمين يوم أمس وإن شاء الله راح نقول لكم أول ما دخلوا كانوا الحراس واللي تخدم القادة كانوا يوزعون عليهم بعض المواد على مود لما يدخلون في القمة العربية يستعملوها في هتافاتهم لغزة وأهل غزة. كان هذا الاجتماع أول اجتماع عربي إسلامي في إحدى الدول نريد نقولها حفاظا على سلامة قادة العرب اللي فعلا مشوا في خطوة لأول مرة يخطوها العرب في تاريخهم. نسوا الحقد ونسوا الكراهية اللي بينهم وتوحدوا على كلمة غزة. غزة تجمعنا، والحمد لله والشكر وصلوا إلى بيانات مهمة راح يتم تطبيقها بعد منتصف هذا الليل، وأول إيعاز تم إيعازه إلى مفتي الأزهر ومفتي مكة المكرمة وإلى جميع الجوامع حول العالم وبالتحديد الدول العربية بصلاة الصبح جماعة وإعلان حالة الجهاد في الوطن العربي والإسلامي. هذا الخبر اللي إن شاء الله يتحقق بعد 12 هذه الليلة، وقادة العرب اتفقوا بأنه لأول مرة اعتبروا إيران دولة مسلمة، وإيران ما حضرت في وفد ولكن كانت شاشة أمامهم وجها لوجه مع الإمام الكبير العظيم علي خامنئي اللي حضر جيش القدس وحضر جماعة المقاومة وكل الأشياء اللي تخص تحرير القدس وتحرير غزة تواجدت في هذا الاجتماع. فإن شاء الله الدول العربية راح تكسر الحدود، والأردن سوف يفتح الحدود للدخول إلى إسرائيل، ومصر قررت فتح الحدود، وسوريا فتح الحدود،
والعراق راح يدخل، والدول الخليجية قالوا للدول العربية منا المال ومنكم العيال. فقبل ما يدخلون القادة العرب كانوا القادة واجتماعاتهم السرية في غرف لإطلاع قادة هذه الأمة، اللي فعلا أنا كنت من أقرأ البيان أجهش بالبكاء على التماسك والتلاحم اللي صار بين هذه الأمة. وتعرفون القادة الحمد لله والشكر، كل قادة العرب من يطلعون بالملابس العسكرية، الميداليات والأنواط والشغلات اللي تحيط صدورهم والبراقة، وهم عركة بالشارع ما متعاركين، يعني المهم هم يعني أبطال ومناضلين. وهذه الأنواط تدل على شجاعتهم وتدل على البطولات اللي قاموا فيها والحروب اللي شاركوا بيها. وكل قادة العرب أنا شفتهم من يلبسون عسكري، الميداليات يعني من الصدر نازلة لحد الحزام، وجوا الحزام حاطين غير شغلات من المعارك اللي خاضوها بالمدرسة برأس الشارع لما واحد يتحارش بوحدة، فكل شيء يأخذون عليه نوط. فاجتمعوا القادة وقرروا بأنه تفتح جميع المعابر، والفتاوي في من مكة ومن جميع العواصم العربية في صلاة الصبح إن شاء الله وإعلان الجهاد، وكل الخدم والحرس اللي كانوا على أبواب الاجتماع كانوا يوزعون لكل قائد عربي يدخل هذا الاجتماع هذا الموز، وطبعا هذا أورغانيك يعني طبيعي، حتى القادة العرب من يتناحرون يصيحون الموز لإسرائيل الموز لأمريكا. فإن شاء الله اتفقوا آخر اتفاق بغلق جميع السفارات الإسرائيلية اللي مفتوحة في دولهم، وإنزال العلم الإسرائيلي ويصعدون العلم الفلسطيني، وسحب جميع السفراء من إسرائيل إلى دولهم، وإعلان حالة الجهاد الموز موز لإسرائيل. واتفقوا أيضا على جيوشهم تتهيأ وتتحضر بنقل كل المعدات اللي يحتاجوها الغزاويين واللي يحتاجوها في معاركهم للانتصار على الصهيونية العالمية. فالحمد لله والشكر حصلت على نسخة من المساعدات، حصلت على نسخة من المساعدات اللي إن شاء الله منصورين أهل غزة بهذه المساعدات اللي راح تدمر كل بيوت الصهاينة والمستوطنات وكل الدرنفيسات المقابلهم. ونقدم لكم هذه أول حاملة الطائرات، هذه طبعا يستخدموها في تفليش المستوطنات. هذا ابن صدام قال أنا هذا نسخة وصلته، فقادة العرب راح يودون هذه المجسمات يهددون بها العدو الصهيوني اللي قسما بالله لا يمسحوها مسح. يعني هذا مو إنجاز قادة العرب دي يدزون هذه الأسلحة وجيوشهم ديوز هذا طابين. هسه قادة العرب نزلوا بالمطار ويصيحون الموز لإسرائيل الموز لأمريكا، وقسما بالله إلا شو اسمه هو نفسه. فالحمد لله والشكر اتفقوا العرب على نصرة أهلهم في فلسطين ونصرة أهلهم
في تل أبيب، قصدي في القدس. والحمد لله والشكر شفت سفراء العرب وانسحاباتهم المتتالية من إسرائيل، ولا واحد بقى. الله شاهد، كلهم قالوا نحن مع القضية الفلسطينية. أما التنديدات والتمديدات قصدي والتهديدات فكانت بحيث القاعة رجت، القاعة رجت من الحماس الدرنفيسي، ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، هذا البطل، هذا البطل كان يجهش بالبكاء، كان يجهش بالبكاء. بس الله شاهد، يعني قبل ما أنسى أريد أسمعكم تسجيل وصلني لمحمود عباس في عام، يعني ما قبل يعني سنتين، راح يجدي من الدواء، قصدي راح يطلب مساعدات، هو ما يجدي، الله شاهد، هو إنسان يحب وطنه وفلسطين أولا، وسوون لايكات وشير لأن شغلة الحمزة اشتغلت، قاموا اشتغلوا التبليغات، فاللي ما مسوي لايك يسوي لك، واللي ما مسوي شقلبان يسوي شقلبان، الله شاهد على مود العراق. فقبل ما أنسى، قبل ما أنسى أريد أسمعكم تسجيل لمحمود عباس وحرصه، وحرصه على فلسطين وأهل فلسطين، والأخلاق اللي يتمتع بها هذا القائد العربي اللي ما يختلف نهائيا عن أي قائد عربي مسلم في أمتنا العربية، مو الدرنفيسية، الإسلامية، اللي هي الله شاهد على مود فلسطين. ولهذا أحب تنظفون إذانكم، وأحب من هذا المنبر أن أسمعكم الجزء الدرنفيسي للأخ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، اللي فعلا من حبه في فلسطين لما راح قبل عام 2021 يستجدي، قصدي يعني يطلب المساعدة لدعم فلسطين، ورجع ما نطيه يمكن كم مليون فما راضي، فكان اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح. تعرفون حركة فتح، يعني الله شاهد، انتوا بس يعني انتوا بس لو شوية تصفون النية وتعرفون فتح يعني حركة، هي مو رقم 7 مال فتح، بس انتوا نياتكم مو صافية، الله شاهد. فنظف حبيبي اذنك واستمع الى القائد العربي محمود عباس رضي الله عنه، هذا القائد الفتح في اجتماع عام 2021، وكان اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح. فنسمع أخلاق القائد اللي يعني أخلاقه ما تختلف عن كل قادة العرب بالإيمان والإصلاح والمطالبة بحقوق الفلسطينيين. يلا عيني تفضلوا. اسمع. ده يقول له اكو حفل للحزب الشيوعي الصيني. انا بنحكي لمجدي نهائيا للحزب الشيوعي بالضغط الصيني بتنظر. ده يقول له الاحتفاليه المئويه للحزب الشيوعي الصيني. محمود عباس رضي الله عنه باخلاقه قال لك اخذ الصين على هذه، فخلينا نكمل، يعني اخلاقه حلوه الله شاهد. على أخت روسيا، شوفوا القيادة، هاي القيادة، اسمع. على أخت أمريكا، على أخت أمريكا، اسمع يعني. على أخت كل العرب. يعني شايفين، هي هذه القيادة، القيادة لما تتحمس، وهذه الكلمات اللي فعلا نابعة من مصارين قلبه. ها ما سمعتوها، تريد تسمع مرة ثانية تفضل هاك. هلا على أخت روسيا، على أخت أمريكا، على أخت كل العرب. يلا مالك يا زلمة، يعني عم في
مالك يا زلمة؟ ما في مصاري على أخت العرب، ما في مصاري، الصين ما أعطونا، العرب ما أعطونا، ولاد وين يرحون؟ فللهم كذا، حماس وين تطي وجهها؟ احنا حركة فتح فاتحين اليد تاج، يعني تعرفون حركة فتح من ياسر عرفات ولحد محمود عباس، تعرفون الأموال اللي استلمتها للدفاع، للدفاع عن فلسطين وبناء فلسطين، ايش قد تبني فلسطين زائد سوريا زائد الأردن زائد العراق والدول المحيطة بهم، وين صارت؟ الله شاهد هذا المسكين البطل اللي ضحى بعمره، ياسر عرفات، ياسر عرفات اللي هو ملك البوس بالعالم، يعني وين ما يروح بس يبوس همزين، أنا يعني ما باسني، ملك البوس بالعالم، يعني من مات ايش لقوا عنده؟ 73 مليار دولار، وشنو يعني؟ هذه مجرد مزات، يعني شغلات موجودة هنا وهنا، سها زوجته مليون دولار من السلطة الفلسطينية شهرين تروح إلى فرنسا. محمود عباس، أنا رحت إلى فلسطين وزرتهم، وكانوا يقولوا لي ده تشوف هذا حائط اللي مبنى، هذا الحائط العازل، اللي مسؤول بالشركة واللي تقاسم أموال هذا الحائط، ما يقول لك زين، هذا الحائط انبنى عن طريق شريك ثالث هو أخو محمود عباس، يعني ده يبني حائط لحماية إسرائيل وهو أخو رئيس السلطة الفلسطينية، فيعني حتى تعرفون هذول قادتنا، قادتنا الأبطال، قادتنا اللي ضحون بأنفسهم من أجل فلسطين ومن أجل الأمة العربية زين، والموز لإسرائيل وفلسطين وكل الموز للكل، الله شاهد كله على مود القدس. من 79 من اجى الخميني الدجال يصيح القدس وبنى جيش القدس وسوى جيش القدس، وفي حياته ما استخدم هذا الجيش الا لاسقاط الدول العربيه، وكل ما تحكي وياه تقول له حبيبي ترى القدس منا، يقول لك لا القدس عبر بغداد وكربلاء، تقول له القدس منا يقول لك لا عبر دمشق والسيده زينب، يا أبا القدس ترى منا، لا يقول لك عبر صنعاء وعبر بيروت وعبر مكة، يعني البوصلة تعرفون العرق اللي شربه سادة وبالصيف البوصلة تضيع عنده، فكان الإمام الخميني يشرب عرق بالصيف والشمس تضرب على رأسه فيقوم يطلع من شسمه وحطه بحلقه، يا معودين ترى القدس منا ماكو، يا بستخدم جيش القدس، يقول لك لا ما نستخدمه، ليش يا با؟ يقول لك والله منقص دهن، لك يا با جيش شنو منقص دهن؟ لا مو مشكلة، المهم الدول العربية تسقط. فيقول لك أنا ذاك اليوم في البث الأخير تعرفون الهجمة اللي صارت على قناتي، لأن أني أتكلم مع العقلاء، مدى أتكلم بعواطف، أنا أتكلم بعقل وأفكر، لما أنا أشيل جلاس مثلا أرقعه بلقع أعرف راح يتكسر، فأني ليش أسوي هذا الشيء؟ فأنا من أتكلم دا أتكلم عن طريق بحوث دراسات، من اللي دا يسوي ومن اللي دا يفعل، وشون انتو الله ينصره الغزة، ما قايل شي، انا مو ضد هذا، بس انا دا اتكلم شي واقعي، انتو هاي صارت كم يوم لليوم غزة هجموها، يعني طلقت لك صاروخ هنا والف صاروخ والفين صاروخ وخمسة الاف صاروخ، بعدين مين راح تجيب؟ صار عندك حصار كامل،
في حديث للسيد حسن زلنطح يقول احنا مستعدين نضرب تل أبيب ونضرب ما اعرف شنو ونضرب هذه ونضرب بلبول نتنياهو. زين على شنو تنتظرون مثلا؟ ها ينمسحون الفلسطينيين والغزة وبعدين انتم تفكرون. زين احلى شيء احلى شيء احلى شيء من يقولون احنا مع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية أمة، مو قضية الفلسطيني وحده. القدس هي للمسلمين، لليهود، للمسيحيين، للديانات السماوية نزلت. زين لما أنا أتكلم أطلع عميل وبعدين يقول لك أنت احنا كنا نحترمك وإحنا كنا نتصور أنت عروبي. الحمد لله أنا مو عروبي، أنا كردي، أنا جدي صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس. ها ما شفنا واحد عربي، ما شفت واحد عربي راح حرر القدس. كردي جدي لابس قهوة كردية وراح حرر القدس. وأهل العقول والأفندية والعرب ماكو يعني. زين لما تكلمت قلت لهم يا معودين أكو واحد يجي ركض على حائط كونكريت عرضه 7 أمتار، يجي ركض وينطح راسه بالحائط يريد يفلشه، هذا دماغسز لو مو دماغسز، هذا واحد عنده عقل لو ما عنده عقل. خلنا نقلب الخارط عليكم، اللي يقول عنده عقل يكتب واحد واللي يقول ما عنده عقل يكتب 2. وصدق الله العظيم. خلنا نشرب مي. بعلي شعب شارب نفط. انتوا تعرفون قلت لكم إسرائيل دولة هالقدوتها، أها هالقدوتها، بس كل دول العالم وأعلام العالم وياه. أنت شفتوا استعمال الإعلام هذه الأيام الثلاثة اللي مضت شلون، بحيث طلعت وزيرة الداخلية البريطانية وهي طبعاً غرقانة بس ما تعرف شو تسوي، تقول اللي يهتف وكذا وعلم فلسطيني وما اعرف شنو ينحجز حسب المادة في 2000 وكذا الى حد 14 سنة. انا اقول لها لوزيرة الداخلية اللي انا في بلدها هسه انشبي، ها انشبي وزيرة الداخلية، وهذا الرمح ما جدي أخليش تقعدين عليه، يا الهندية يا بتسير النعل. في قانون بريطانيا ماكو شيء اسمه ممنوع، ما طول أنت في حالة سلم وحالة سلمية ارفع علم يهود، ارفع ياهم علم إسرائيل، ارفع علم فلسطين، ما حد يقول لك ليش، ما حد يقول لك ليش. فأنت يا وزيرة الداخلية بال44 عود لا تعطيني الجنسية، حطيها بالمثلث مالك ما أريده. يلا روحي هندية بنت الهندي، أنت تروحي سوي لك مرقة بهارات، سوي لك تشيكن مزلة، هزي راسك، جابك على هالسوالف أنت وفلسطين كجا مرحبا. وهذا لا هالمرة هذا الهندي رئيس وزرائنا رايح للكلينست هنا اليهودي وحاط له هاي مات اليهود، وكل ساعة واقعة من راسه وما يعرفون شو يسوون. هذا حزب النعالات حشاكم الحاكم هنا المحافظين، هم مو محافظين على مؤخراتهم، يسموه حزب المحافظين، موالين حالهم حال جماعة السطل وجماعة المقاولة والمماتعة، حائرين خسرانين بالمدى يعرفون شو يسوون، بس على مود الانتخابات ينقلب يهودي ينقلب معرف شنو وش ينقلب، بس المهم ينجحون. أنا أرفع علم فلسطين وأختك على أخت
وزارة الداخلية مالتك. وفلسطين قضية أمه، مو قضية أختك الهندية أم الأشا أشا. روح بابا روحي فتحي لك محل مال بهارات مال خضروات، تجابش علينا بعلي رجعك بالأربعة وأربعين. أنت تعرفين علي ولو أنت هندية ما تعرفين، عندكم 17,000 ربع عندكم شحرق منه. المهم فقادة العرب ما شاء الله عليهم كلهم أقصى حد عندهم صار نحاول التهدئة، نحن نندد. طبعا هذا التنديد من 73 لليوم، ينددون ويمددون، ينددون ويمددون. يعني أنا شفت فيديو لسفير الإمارات في إسرائيل المحتلة. وعلي أنا راح أتخبل وحق الحمزة أبو حزامين زين. يعني أنا هذا العالم صدق خبلني. يعني أنا ما شايف دولة تقول أنا إسلامية وتروح تقعد يوم حاخام تصير صهيوني أكثر من الصهيونية. يعني واحد البارحة إسرائيلي صهيوني يقول عندنا قادة عرب أصدقائنا هم صهاينة، يقول أكثر من عندي. هو صهيوني ده يقول هم صهاينة أكثر من عندي. زين أريد أسأل سؤال إلى جماعة المقاولة والمماتعة في العراق اللي من 2003 احنا مقاومة واحنا ما عرف شنو واحنا كذا. اريد اسألهم هذا السؤال، انتو سويتوا شقلبان ويا الشعب العراقي باسم القدس وباسم المقاولة والمماتعة زين، هسه هذه القدس زين، هسه هذه قضية فلسطين ودا تشوفون اللي دا يصير بيكم زين. انتو تعال انت صدق تيسل خزعلي، انت مو ذيك المرة رحت يم حدود اللبنانية ودقيت سيلفي والله اني دخلت وجيت وهذه وصاير لي عنتر بن شداد زين، مو هذا هسه يلا يلا دروحوا ها يلا هذا بعد وينه زين. انت سؤال الى المضجع الاعلى، المضجع الأعلى اللي ناج أم العراق بي صمام الأمان زين، من سوى الفسوة، فسوة الجهاد الوقافي الكفائي قصدي، على مود يطرعون دواعش وهذه زين. هسه إذا نسأله نقول له ليش متسوي فسوة، يعني فسوة اي شيء اي شيء، اذا ما عندك اسمه ما عندك غازات نوكلك باقله ولبلبي ويصير عندك فسو اخو كذب زين. شنو الفسوه مالتك عن القدس؟ الفسوه مالتك قال اني حفظ الله القدس وحفظ الله القدسيين وخلص، لا شفنا ندد ولا مدد ولا قاعد سوى درنفيس. وانا عند درنفيس هو شباقي بيصير نفط صار لسنوات، بس دول المطايا شو نسوي زين. يابا انتم مو مقاولة ومماتعة، ويطلع لك هادي العامري البطل المقاتل المجيد يقول لو امريكا تدخلت، لو امريكا تدخلت هسه في الحرب في فلسطين سوف نتدخل زين. حبيبي هسه هذه مو حاملة طائرات أمريكية جتي زين، هسه هذه مو أسلحة، الأسلحة وصلت وأمريكا بصفك حبيبي. أنت بالعراق أمريكا يمك قاعدة بالحسين، أنت مو تحلفون بالحسين، بالحسين أمريكا يمك، قواعد أمريكية وجيش أمريكي وخالم عباس سفيرة أمريكا يومية راقعتكم بالأربعة وأربعين وتقول لكم طب هنا واطلع منا، وأختك على أخت المقاولة. بس ما سمعنا شيء،
والبارحة في إحدى البرامج الدرنفيسية دا أتفرج واحد معمم زين قال أني دا أنتظر الحكومة العراقية حكومة عراقية شباب احنا طلبنا من الأبل قبل كم بث يسوين ميزة الزيج العراقي هل صار أبديت لو بعده اللي يقول أكو زيج بالعراقي موجود بالأبل حتى نشتريه يكتب رقم واحد إذا ماكو يكتب رقم اثنين والعباس مصيبة والحسن العسكري اللي كان فرار مصيبة يعني هذا يطلع معمم يقول لك ننتظر الحكومة العراقية لا ويطلع لك أبو مازن هم أبو مازن مثل هذا أبو مازن مال فلسطين يقول نبيع أهلنا ونبيع بيوتنا ونجاهد في فلسطين زين حبيبي مو هي هذا فلسطين حبي أبو مازن حرامي تكريت مو هذه زين أنت أحلى شيء قداوي قداوي حبيبي الصدر يعني أنا نصيحة إخواننا السطليين من تسوون مؤتمر للسطل ابن السطل ابن بابا نويل دائما أخذ الصورة من أنا وفوق ترى لأن صدره أكبر من أكبر صدر أنا لازمه بحياتي لا تفهموني غلط صدر يعني صدر ما الدجاج داحكي أنتوا عرف نيتكم مو صافية غطوه هذا صدره بعلي أكبر من أي صدر آني يعني على مدى تاريخ حياتي الدرنفيسية والخبرة بالصدور ما شايفي الصدر الله شاهد صدره نازل حالة حال الخارط هم صدوراتهم نازلة فأرجو من الأخوة السطليين لا تخزونا قدام الأجانب تصوروه منا وعوفوا هذا الجو أما تحطوا له ميز تحطوا له بردة تحطوا له دانتيل لأن السيد بوبس سيد الصدر يعني هذا الديكور مات زين عيني هسه ما تغطون الصدر لبسوه زخمة ستيان أبو العظم أبو الشسمة سووا له شد يعني يا أخوان سووا له شد رحمة للرضا أنا أعرف إسا أخواننا السطليين راح يسبوني وهذا بس ما يخالف الله شاهد على مود الصدر لولا الصدر شوفوا هذا الصدر اللي أمع عيون الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية لولا الصدر كان انتصرنا بس الصدر مسوي الإنجاز يعني أنا شفت البيان اللي هو حكى وتكلم به صاير عصبي ومتهستر وصدره طبعا على الميز قاعد والله دا اقول لكم الله شاهد شايل صدر اخو كذب يعني حتى صدر يعني الله بس انتوا نياتكم مو صافيه المهم طلع في بيان اني لو ما السيد السطل الكبير يعني بابا نويل أبوه لبسني هاي القعادة في راسي والله لا أنزعها لحد ما يوصل المي إلى غزة الله شاهد يعني أكو إنجاز أكثر من هذا ينزع القعادة يعني إذا نزل هذا القعادة إذا شاله تعرفون الشسمر اللي راح ينزل منها مليانة شو اسمه الله شاهد كل إعمامة جواها ألف شيطان أقسم بالله كل إعمامة جواها ألف شيطان وشفتوا أنتوا هاي حكم العمايم 20 سنة باسم الحسين سووا شقلبان ويا الشعب كله باسم العباس الدرنفيس فات في كل مكان باسم الكاظم يقول لك باب الحوائج هو ما قضى حاجته وقال لك علي داحي باب خيبر واليهود اليهود راحوا اشتكوا على السعودية قالوا لهم علي من عندكم فاحنا نريد فلوس باب خيبر السعودية ردت عليهم والله بكلام منطقي قالوا لهم احنا شلنا شغلة روحوا على جماعة علي
راحوا على جماعة علي السستاني قال لهم حافظكم الرزا، أنا ما عندي فلوس، أنا قاعد في بيت 50 متر. يقول لك حتى اليهود بكوا علي، هذا مو إنجاز لكم؟ دول أهل العمايم حتى على الشيطان ضحكوا، على الشيطان ضحكوا. يابا الصدر أنت شنو اللي راح تسويه للقدس؟ أنت مو تقول أنا مقاولة ومماتعة، بعدين احنا نجي على إيران. فقام السيد الصدر الثاني، يعني الصدر يعني أنت تفهموها، أنا دا أشر، أنا هاي مو تلميحات، أنا إيدي لا أحركها، يعني مو تلميحات ولا أحياء، والله نيتكم مو صافي. المهم قال باكر الجمعة نسوي صلاة للغزاويين ومظاهرة مليونية. يعني احنا ما راح نشبع مظاهرات رحمة للرضا. قداوي قداوي انت، يعني انت ما شو اسمه، عندنا مثل بالعراق يقول لك اللي ما عنده شغل عملي يلعب يعني فشي، يعني يلعب بدعابله حتى يعني توصل الفكره. اي والله بالعراق عندنا مثل انت تطبقه يوميا، اللي ما عنده شغل عمل يلعب بالدعابل، دعابل دعابل. بس انت والله نيتكم مو صافيه، اشهد ما بالله انت نيتكم يعني فالمهم يريد يسوي صلاة مليونية ويدعو بيها، ها يدعو بيها المناصرين للقدس. يا بقى سوي صلاة زين، انت هذه المليونية انت مو تصيحون قدس قدس، يا بقى مو هذه القدس، اقسم بالله تروحون مو للقدس هيك بس على هذه، اسرائيل محضرت لكم. انا سووا طبعا اسرائيل، تعرفون انا عقيد اسرائيلي، الرفيق نتنياهو قبل ما تبدي الحرب راد من عندي ها قال لي هذا الرمح ما جدك اللي يطلع دائما ممكن ناخذ نسخه من عنده. تعرفوني انا عقيد وهذا الامر مالي، الرفيق نتنياهو الامر مالي. قلت لعمي انا والرمح في خدمه اسرائيل المحتله، فأخذ نسخة من هذا الرمح بس سواه الراس كبير. فأنا باعتباري عقيد وزميل ويا الرفيق نتنياهو، فقلت له شلوم رفيقي أنت بس يعني أريد يعني عقلي شوية يستوعب. حبيبي سوي لايكات، إذا ما تسوون لايك هسه عزل بعلي أشيل شوالات ماتي وعلاليقي ونطلع، سوي لايك وتكبيس وعلي وياك علي أشيل علاليقي وأطلع زين. مدى تشوفون التبليغات، مدى نحشي، دا نوصل لكم فكرة قادة العرب، يعني أنتوا ليش ما تصير لكم شارة. فدي شوية ناخذ اتصالات ونريد الجهاد، ها جهاد مال حي الجهاد عندنا بالعراق اسمه حي الجهاد، روحوا هناك جاهدوا. فالمهم الرفيق نتنياهو شرح لي، قلت له أنت شو تريد بهذا الرمح مال جدي؟ قال أنا أعرف هذول شو اسمه راح يجون، فريد كل واحد نقعد على رمحين ما تجدك. قلت له والله هذا زين، كل زين سويها ثلاثة من عندي، لأن هم يعني عندهم مثل حركة فتح ماكو، وعمار يعني حركته عريضة وكبيرة، فواحد أو اثنين ما يكفي، سويها ثلاثة من أخوك. فقال لي خلاص حفظك الرضا نسويها ثلاثة. فأنتوا يا المقاولة والمماتعة، أنتوا أريدكم تتقربون على إسرائيل رحمة للرضا حتى نخلص منكم. تعرفون شنو كبابكم؟ راح يصير كباب تل أبيب يسموه. أنا مو دفاعا عن إسرائيل بس لكم هذه الحقيقة، أنتوا قاعد تتناطحون، أنا قايل لكم أنا أفكر بعقل مو عاطفة، أني أرفع علم فلسطين على عيني وراسي، أطلع مظاهرة على عيني وراسي. زين أنت يمك هسة الفلسطيني محاصر ماكو مي،
إسرائيل هددت مصر إذا دخلت أي مساعدة. إسرائيل هددت الأردن إذا دخلت أو فتحت حدودها. زين، هذا الغزاوي شون راح يأكل؟ شون راح يشرب؟ طبعاً الطاقة الكهربائية انتهت، مستشفيات ما بيها أدوية. فأنا قلت لكم من أول يوم صار بيها هذه الحرب، بعض هذول الجماعة احنا وماكو غيرنا وهذه وحماس وما حماس. شوفوا، أنا بالنسبة إلي حماس، حزب اللات، ميليشيات إيران في العراق، الجحش المحشي، أعتبرهم كلهم إرهابيين. اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى بالأربعة وأربعين رقعة. هسه أريد أفتهم، حماس حاكمة قطاع غزة، شنو سوته؟ مليارات الدولارات راحت إلى حماس. هنية ابن الهنية اللي هو أبو حماس قصوره في مصر وفي كل الدول، وأبناء يتمتعون بأرقى السيارات، ويقول لك من أجل الفلسطينيين. زين حبيبي، أنت هنية ابن هنية، أشو ما شفناك بغزة؟ ما شفناك حتى مطي بطل مي الغزاوي. زين، المسيحيين دين كتلون، المسلمين دين كتلون، اليهود. شوفوا انتوا حطوا ببالكم، الصهيوني يختلف عن اليهودي. الصهيوني منظمة عالمية، صهاينة حتى مسلمين بيها، بس اليهود دين حالة حال الإسلام والمسيح. وهنانا في بريطانيا البارحة طلعوا يهود يهود، تعرفون شنو؟ بهدومهم بملابسهم طالعين شايلين العلم الفلسطيني. فمو كل يهودي هو ما يكره إسرائيل. هذول اللملوم اجابوهم، هم هذول هاي الصهاينة منا ومنا، جابوا لهم لملوم وسووهم. بس اليهود براء منهم. يعني واحد، أنا عندي أصدقاء، أنا أشتغل مع كثير من اليهود بالتجارة، غالبيتهم أو أجمعهم اللي أشتغل معاهم يكرهون شيء اسمه إسرائيل. يقول أنا ما أزور حتى إسرائيل لأن ما معترف بيها كدولة. شوفوا، هذا يهودي يقول لك أنا ما معترف بإسرائيل. طيب أنت تجيني واحد مجعمر راسه مثلث على مربع يقول لك نحرق اليهود، أنعل أبوك لأبو عشيرتك، حالكم حال الدواعش. أنتوا جماعة هنية وجماعة منية وجماعة، أنتوا حالكم حال الدواعش. الميليشيات، حزب اللات، كل ميليشيات القاذورات المنتشرة بالعراق المدعومة إيرانيا، وكل ميليشيات اللي متواجدة بدعم إيراني هم دواعش، والدواعش تأسيس إيران، والقاعدة تأسيس إيران. واللي يقول لي لا أرجع بالأربعة وأربعين، إيران ذراع أمريكا في الشرق الأوسط. وهذا الكلام تعرفون اللي أنتوا مرات تضحكون وتقولون ماكو يجي حكي، لأن هذول غسيل الدماغ اللي صاير عندهم جماعة إيران وجماعة ولي السفير. إيران أم المشاكل بالعالم. إيران صار لها 40 سنة الموز لإسرائيل، الموز لأمريكا. شفتوا لكم طلعوا حتى بلبولهم بالوا عليهم؟ أبد، كل شيء ماكو. تعالوا يا طليان، حزب اللات، هنية، حماس، جحش محشي، روحوا روحوا انكتلوا، روحوا انذبحوا، طبكم مرض. احنا نبوق العراق، نسوي أسلحتنا ونطور أسلحتنا. زين، سألوا، شوف أنا راح أراويكم فيديو، هل ابن الساقطة علي خامنئي قبل ما أذكر هذه حتى أراويكم التعاون الأمريكي الإيراني كيف واحد يغطي على الثاني. صحيفة الواشنطن بوست
والنيويورك تايمز أعظم وأكبر الصحف الأمريكية في مقالتها البارحة تبرئ إيران، اسمع هذه نظف إذنك، تبرئ إيران. أي طبعا البث يقطعوا لي أنا، ما يريدون ذولا السرسرية الناس تسمع إيش دا أحكي. هذه الصحف الأمريكية تبرئ إيران من أي تدخل في هذه العملية اللي حصلت في غزة. يعني أنتوا بربكم أكثر من هذا الفضيحة. شفتوا أمريكا شلون تقول المخابرات الأمريكية بعد التحري اتضح عندها بأنه إيران لم تتدخل في عملية القدس ولم تعرف شيء عنها. يعني أنا هسه إذا أرجع بايدن بال44 هو والصحف مات أحد يلومني؟ يعني حماس من مدعومة؟ من خالة بايدن الشقرة؟ لو من غير مكان، لولا إيران ماكو شيء اسمه حماس. هنية مو راح إلى قبر الخميني الساقط ابن الساقط ويقول اسمعوا آخر فسوى إله. هنية يقول هذا سلحفاتي شهيد القدس، يعني كباب المطار يسميه شهيد القدس أكثر من هيك لواقة. يا هنية يا ابن الهنية، يا خايس يا ابن الخايس، تقول قاسم سلحفاتي شهيد القدس؟ هنية بعلي أقعدك على رمح جدي، بعلي تعرف شنو؟ أقعدك على رمح جدي وتعرف. ابن سير النعل يقول لي شهيد القدس. ويقولون إيران ما تتدخل في كذا. زين هذا علي خامنئي السلام على أحرار، يحكي عربي، يحكي عربي خاصة الشباب منهم عربي. اسمع والسلام على الشعب الفلسطيني ايه؟ المقاوم لا تسمع، وعلى المقدسيين اه؟ المرابطين في المسجد الأقصى اي نعم. السلام على شهداء المقاومة لا لا. وعلى رعيل المجاهدين أبد ما متدخل، الله شاهد، ضحوا بحياتهم على هذا الطريق اي نعم. تحركوا بسم الله إلى الأمام ايه؟ واعلموا أنه ايه؟ ولينصرن الله من ينصره ايه؟ حبيبي أحمد سمعتوا؟ أبد الله شاهد ما متدخل. زين سألت واحد من دولة، أنت يعني واحد قريب علي، هذا علي خامنئي، قلت له ليش ما يطي فسوة ويحرك جيش القدس؟ يقول والله علي خامنئي عنده مغارة، والله العظيم روحوا للجوجل قلقلوا وشوفوا اكتبوا مغارة علي خامنئي اللي يلتقي بيها المهدي صاحب العصير والرمان. يقول أنا لم أعلن الجهاد لحد ظهور صاحب العصير والرمان، يعني موت يا حمار، بس مو مشكلة، عنده ميليشياته وقاذوراته والدنابق ماته ما عندهم أي مشكلة، بس مال يروح ويدس وجيش القدس. زين إذا أنت منتظر صاحب العصير والرمان ليش مسوي جيش القدس؟ اسمعوا من أقول لكم شلون متعاونين دولة ولد السرسرية، هذا حمير القريشي ياسر الخبيث، اسمع هذا اسمع اسمع عقوبة إلك اسمع اسمع لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل اسكت ها سمعت؟ اسكت اسمع لحظة صمت، مو قلت لك لحظة صمت لحظة خلاص انشب، يقول له لحظة الصمت على أرواح شهداء إسرائيل. هذا جماعة فلسطين وإحنا قضيتنا وكل واحد حاط له قعادة فوق راسه
ويصيحون شو اسمه وصلنا عاجل الآن من الحجي. الجامعة العربية تهدد بتشغيل أغنية الحلم العربي بصوت عالي. خلص خلص ما طول الجامعة العربية راح تشغل الحلم العربي بصوت عالي. خلص إسرائيل سقطت، رحم الله والدك حجي، ما قصرت، إسرائيل انتهت. بالمناسبة حجي حبيبي فارس، نورت حبيبي فارس، أخوي الغالي الحجي، نتنياهو بن عمي رفيقي في الدرب يسألني يقول المجندات وين صارن، رحمة للرضا المجندات رجعن حجي. أنا قلت له حجي هما في أيادي أمينة بيد الحجي ودي صلن هسه فرض بفرضة، قال يعني صاروا شو اسمه، فقام يلطم هسه دي يخوض هريسة يم حائط المبكى. الرفيق نتنياهو دي يخوض هريسة، الله شاهد على مود ايه. فالمهم هذول اللي قاعد يتاجرون بفلسطين والأمة العربية واللي ما سامع يعني فتشي يعني هسه يعني اريد اسمع اللي ما سمع. الرفيق ابو مازن فرع فلسطين، مو ابو مازن فرع تكريث اللي احنا عندنا، مو كل ابو مازن هم هذول، هاي شغلتهم. ابو مازن فارس العنزي ربي يحفظك يبارك بعمرك. المهم اسمعوا ابو مازن فرع فلسطين لما راح يستجدي او للقضيه الفلسطينيه، اللي ما سمع خليه يسمع. هذه في جلسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الله شاهد فتح حبيب الله يخليك سارة ألف هلا. فاسمعوا أبو مازن شي يقول. حبيبي سارة حبيبتي ألف هلا اسمع. هلا يلا بعد على أخت أمريكا بعد على أخت كل العرب يلا. ها مالك يا زلمة، مالك يا زلمة، ما في مصاري، ما أعطونا مصاري على أخت إسرائيل، على أخت أختهم كلهم. هذا قائد عربي يتكلم بهذه الطريقة. لعد إذا قائد عربي مثل هذا ها يتكلم بهذه الطريقة، إيش خليته الولد حازم من يقول له أخت الصين على أخت أمريكا على أخت روسيا على أخت العرب؟ شا أنت مين هو؟ ها الله شاهد، أنت شايفين حبيبتي صارت إيش هذا القائد الرمز محمود عباس أبو مازن. ها سارة حبيبتي إيش أبو مازن؟ يعني هو من يطير من مطار تل أبيب، يعني رئيس يعني فلسطين يطير من تل أبيب. وعلي دولنا خربانة، ما تشوفوهم بالشعارات وأعلام ونندد ونمدد، وراح تشوفون خلال هالأسبوعين الجاية شلون راح تلطمون على راسكم، وشون أهلنا في فلسطين راح ينمسحون. بعدها أريد أشوف بطولاتكم. بعد شوفوا يعني بس قالوا ممنوع تشيل العلم الفلسطيني كله ضمت راسها، ها إقامتي تنسحب، جنسيتي تنسحب، وين بطولاتكم؟ بس لطيف يحكي، من يحكي رأسن طلعوا عميل وطلعوا صهيوني وأنت مو رحت شو اسمه لإسرائيل؟ إيه رحت لإسرائيل، هو كل من زار إسرائيل يعني صار منهم وصار عميل منهم، على الأقل أنا زرتها علني. بس تعال جيب أهل العمايم اللي شفتهم هناك، جيب أهل القاطات والشراويل اللي شفتهم هناك، ها؟ فاللي عنده اتصال خليه يتصل، لأن راح ننهي البرنامج. وألف رحمة على روحك صدام حسين اللي ما شفت اللي دا يصير هسه، ألف رحمة على روحك.
قتلوه لأن كان هو دائما يصيح قضية فلسطينية، ومعمر القذافي قتلوه لأن كان يصيح قضية فلسطينية، وهسه يطلعوا لي الدنبكشية ولد الزايرات وجماعة فلان وعلان يقول لك صدام دكتاتور وصدام كذا، بس على الأقل كان عنده شيء اسمه قومي، عنده شيء مخافة الله، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى بال44. سبوا أهله سبوا عشيرته فلسين أنا ما أشتريهم، بس اللي جيب طاري صدام حسين قدامي الله يرحمه بال44 وقاعد على الرمح مال جدي. بعد قضية فلسطين هذه راح تكون آخر معركة لنهاية ما تبقى من الحلم الفلسطيني. تذكروا كلامي هذا، قولوا عني أنت صهيوني وأنت إسرائيلي وأنت كذا، العواطف اللي أنتوا تعيشون بيها بدون عقل هي اللي وصلت هذه الأمة اللي أنتوا تسموها أمة المليار، اللي دولة مثل إسرائيل هل قدوتها وكلتكم خيار من ذاك اليوم لليوم. اللي ما يفكر بعقل ويقول شعبي وبلدي، هذا مو بلد، هذا مو قائد، هذا يعتبون ها القائد راح وطبعه مع إسرائيل هو مو قصة يطبع ولا ما يطبع. القائد والسياسي مو يقول لك السياسة فن الممكن، اللي يريد يحافظ على بلده وما يبيع عنتريات يعرف شلون يجي ويعمل حتى مع العدو. تعال 1 2 3 يتفقون انتهى الأمر، بس أني أجي أشوف لي واحد عمارة 1000 طابق وأني جوا هيج وأضرب راسي بالحائط أريد أوقع العمارة أم 1000 طابق. إسرائيل وراها أوروبا أمريكا الغرب والإعلام بيدهم. يا أخوان افتهموا، يا أخوان افتهموا، تعيش حبيبي فارس، هذا العقل اللي براسكم فكروا به. حتى الدول اللي طبعت مع إسرائيل أنا أقول لهم والله تعرفون شنو خير ما عملتوا، ليش؟ لأن راح تحافظون على شعوبكم، راح تشوفون عدوكم يمكم على الأقل تشوفوا، بس عدوك إذا كان بالخلف ما تعرف شي يريد. أنتوا عرفتوا شلون اللعبة دا تصير، أنتوا عرفتوا اللي دا يصير، جماعة العاطفة وجماعة إخوان العاطفة كنا مع الفلسطينيين، كنا مع القدس، كنا قلبا وقالبا، والله يرحم شهدائهم ويشافي جرحاهم، بس البلاد ما تنبني بالحروب، البلاد ما تنبني ب1000 2000 صاروخ وبعدين تنتهي الصواريخ وهذول يجون يبيدون هذا الشعب كله بدون رحمة، لأن العالم وياهم يا حقوق إنسان يا بطيخ. هذا العراق قدامكم، 2 مليون شخص قتلوا من 2003 لليوم، أين حقوق الإنسان؟ أين أمم المتحدة؟ لا حس ولا نفس، بالعكس اعترفوا بيها كدولة واعترفوا بيها فيها ديمقراطية، وقاموا يسفرون العراقيين من الدول الغربية إلى العراق ويعتبروا آمن، والسفارات العراق موجودة، وهذه العقلية اللي تشتغل بالغرب. ترى شوفوا أنا صار لي 32 سنة في الغرب وبالتحديد بالإعلام الغربي، عملت مع كل الأجهزة الإعلامية ودخلت بيهم والتقيت بأشكال ألوان حتى مخابراتيا، عرفت هذول شلون يفكرون، ولهذا نجحت بحياتي. لو ما أخذتني العاطفة مثل ما أول ما طلعت من العراق
وأكلت البوري من شن الثوري وكذا زين، أكلت بوري ها كبرى 10 أشهر ونص، أكلت تعذيب. لو بلال الحبشي ما أكل هذا التعذيب كان راح طلب لجوء بالسويد وانقلب بوذي زين، لأن شنت أنا هم مثلكم ثوري وكذا وعلى الكلاوات وطاح حظي. المهم هسه أنا أفكر بعقل، أنا أفكر شلون أتحالف مع صديق مع عدو مع أي شيء حتى أعرف بيش يفكرون زين. أنا قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني، وعندي كثير أصدقاء وكثير يدزوا لي رسائل وابعث لهم رسائل وما عندي مشكلة. واحد مثل الخايس ابن الخايس نزار اللي يسب أهلنا الفلسطينيين ليل نهار ويسب الأردنيين ويسب الخليجيين ويسب 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 زين، جماعة المماتعة والمقاولة اللي موجودين، خلي بس ناخذ هذا الاتصال خلي. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مكتب لطيف يحيى. ايه اخوي انت على البث المباشر. هلا على البث المباشر تفضل. ليش سكرت؟ ما احنا على البث المباشر. المهم على راحتك. يلا المهم، فيا اخوان العاطفة، احنا كنا نتعاطف ويا اي شعب. شوف المدنيين في كل حروب العالم أبرياء، إن كان من إسرائيل من فلسطين من العراق من 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 المدني ما لك حق تأذيه على مدينة أو مذهبة أو قوميته زين. جماعة المقاولة والمماتعة اللي يقولون إحنا رايحين نحرر فلسطين زين، الفلسطينيين هن اللي كانوا عايشين بالعراق، مو بهذا مقتدى السطل ابن السطل، مو راح قضى عليهم كلهم اللي كانوا عايشين بالبلديات وهذه، مو قتل الشيخ مالتهم، مو 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 سحلهم بالشوارع لو أنا غلطان. فيا أخوان أنا أعرف كثير راح يزعلون راح يقول لك أنا أطلع من القناة، أطلع أنا هذه القناة ما بيها خط أحمر، هذه القناة ما بيها تاج راس، هذه القناة للعقلاء فقط. إذا عجبك تكون مع العقلاء أو تنحسب عليهم أهلا وسهلا، ما يعجبك تصير ويا العقلاء ويبقى أنت الحماس الدرنفيس اللي بداخلك ماخذك وبعدين تلطم على راسك، فأبقى في عقلك. آسف على الإطالة، ربي يحفظكم يبارك بأعماركم، لا تنسون اللايك تعليق شير، لأن قناتنا قاعد توصل إلى مرحلة من التبليغات ما صار في تاريخ هذا القناة بالعباس أبو فاضل. إذا اللي ما يسوي لايك أدي عليه يم أم مظفر وتتعرفوه تشور. تحياتي لكم وإلى عوائلكم الكريمة، والله يرحم شهداء غزة وجرحاها والشفاء العاجل إلهم والعوائلهم، واللهم انتقم من كل من كان سبب في هذا الحرب أو قتل أي بريء إن كان من أي طرف بدون استثناء. تصبحون على خير.